على بعد 40 كيلومتر من ولاية عين صالح إلى الجنوب الشرقي، يأخذنا الشوق لنتعرف على المنطقة الرعوية حسين، والتي كانت في السابق تشتهر كثيرا بنباتاتها العلفية المفضلة لدى الإبل صيفا، وإن شكل غياب بئر بها لسقي هذه الإبل عائقا للمربين الذين كانوا يقصدون المكان منذ الستينيات من القرن الماضي. كنا نقطع البراني هادو باش نسقو فيهم الإبل يعني، وكنا نجبدو بالدلو يعني كيما نقولوا بالبيدون، نجبدو ونعمروا لهم ونسقوهم. واليوم الحمد لله عاد الماء ماشي وحده بالطاقه اليوم الحمد لله، وهادوك رجعناهم هما اللي رانا دوك نعلفوا فيهم الإبل لهادو يعني الباريكادو اللي قطعناهم، رانا نعرفوا فيهم نكبوا فيهم التمر نكبوا فيهم الشعير. البلاصه هذه منطقه دير الزيتة ودير الضمران نسموها احنا الغابه هذه. الإشكال هذا زال بفضل تزويد المنطقة الرعوية حسين ببئر مجهزة تشتغل بالطاقة الشمسية في إطار برنامج وفعل الخير. أول بئر قمنا به هو جنوب بلدية إنغر، منطقة تغرمت، كان أول انطلاقة في سنة أول 2021. ثم الآن ذكرنا دنا البيرة اللي راه رقم 8 على مستوى جنوب مدينة عين صالح، وإن شاء الله راح نمسو البلدية في الزوا والمناطق الأخرى المتبقية. هي البئر الثامنة إذن والمنجزة بتراب ولاية عين صالح لفائدة البدو الرحل في انتظار استفادة مناطق رعوية أخرى من حفر آبار جديدة مستقبلاً.